قرار السعودية كان ضربة قاسية للمزارعين والمصدرين اللبنانيين إلى جانب ما يعانوا من مشاكل داخلية. فشو هو موقف من هالقرار؟ واللي عملوا بهالموضوع لا لبنانية ولا متجار ولا مزارعين ولا البضاعة اللبنانية، والصندوق مش لبناني والبضاعة مش لبنانية، والدولة هي لازم تحقق بهالموضوع. تعمل شيء دولي؟ مش الدولة يا أخي، نحن والدولة والوزراء والدنيا، يعني نحن السعودية سكرت، نحن كلنا لازم نروح نقول والله نعتذر منها خي، لانه شغله مش شغلتنا، لانه هو البلد اللي عم ياخذ لنا بضاعتنا واللي عم ناخذ النفس تبع الزراعه، انه كلها عم تروح لهون. مش عمليه اعتذار، عمليه لواحد اصغر مش تتحكم البلد كلها. بموجب العلاقات التاريخيه والعلاقات الاخويه، بموجب انه يتساوى الاجراء مع الخطا المقترف، لازم يعاد النظر، وهذا عشمنا. الجنوب كان يصدر بين 500 لل 1000 طن يوميا من الحمضيات لدول الخليج. هالكمية انخفضت لتصير صفر بعد قرار السعودية. وكذلك انحرم المزارع اللبناني من تصدير 50 ل 80 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية اللي كان يصرفها على دول الخليج، واللي كانت تجيب مئات ملايين الدولارات على البلد. اليوم نحن انحرمنا من هالسوق بشكل مفاجئ دون سابق انذار. هالشي بيرتب علينا مش خسائر، كوارث، لأنه اليوم نحن لنلاقي سوق بديلة هذا شيء كتير صعب. مش بس انحرمنا من السوق السعودي، حتى الترانزيت عبر الأراضي السعودية ما عاد مسموح، وبالتالي انحرمنا من السوق الإماراتي والقطري والبحريني والكويتي. في كارثة بالواقع الزراعي، خاصة الحمضيات والمواسم اللي جاي، تفاح بطاطا وفواكه صيفية، حيكون في خسارة كبيرة على المزارع. هيدي القدرة الكامنة اللي اجته فجأة نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة، مش بس حيخسرها وحيخسر رأس ماله فوق منها. القطاع الزراعي بلبنان رغم ضعفه والمشاكل اللي بيعانيها، إلا أنه بقي القطاع الوحيد الصامد في ظل الأزمة الاقتصادية، حتى جاء القرار السعودي قدر بقاضية له. شوف بالبلد إذا بتطلع هلأ أنا وياكي، شو في قطاعات ماشي ومربحة أو ماشي حالة؟ بتطلع على قطاع السياحة ما في عنا، بتطلع على الصناعة كمان ضعيفة جدا، الزراعة ماشي حالة ومقلع، بس ما فيها تقلع بدون إنه تصدر البضاعة، وبدون الدول العربية اللي نحن الأسواق هذه من زمان نحن بنبعث لها. ما فيني أنا أجي أقول هلأ أنا خي بصدر على محل تاني، أو عم نحاول نصدر لمحلات تانية مثل ما قال بكميات قليلة، بس عم نلاقي عقب. بتتطلب الكثير من الري وأنواع معينة من الأسمدة اللي ارتفعت أسعارها مع ارتفاع سعر صرف الدولار.